صباحكم الله بالخير، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين بسلسلة جديدة من سلسلة مقناص العراق. حلقتنا اليوم أنا وأبو فهد العبودي ورحمن المهيني وعلي الزيداوي بضيافة الشيوخ غازي الهذال وفهد الهذال الأخوة، أيضا الحاج مصطفى والحاج معا والحاج أحمد العبد في محافظة الأنبار. اليوم احنا بالرحالية بديوان بيت الهذال، هاي سياراتنا وجاي نجهز طيورنا. صباحك الله بالخير شيخنا. شلونك؟ شو اخبارك؟ حياك الله، عساكم طيبين. مرحبا. طيبين، الله يسلمك شيخ. الله يسلمك شيخنا. اليوم وين ان شاء الله نقنص؟ اليوم صحراء الانبار. يعني كم يوم نطول؟ قنصة طويلة قصيرة؟ تقريبا من 5 ايام الى اسبوع. اها، الارض واسعه والحبال ان شاء الله موجوده. ان شاء الله على الله. الله يرزق الجميع. هاي التجهيز الاخير. روح على الجيات يبغى النوام، يسرعه تحته ينتفض من طياره، وكل يهلل ويتعوذ من ابليس ويقول جعل الله يثبت مساره، فرخن وطرده مثل طرد القرانيس عنده على طرد في جسارة. هذا الذي نرخي على شانه الكيس، واليا دفعنا فيه ما هي خسارة. I'm
نوصل لمكان مغدانا صراحة نرتاح هنا نتغدى ونعاود نكمل قناصنا. لحد الآن صايدين حبارة واحدة صادها الشيخ فهد الهذاب. هذا مكان مغدانا طيران حط لها وضع الطيران وصل ابو فارس رحمن جيب لنا الطباخ لو يانا ابو العز ما عنده مكان. هلا 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 ابو جعفر مبروك ابو فهد انا اول مره اشوفه عزب يحطه في الساعه شلون ده والله صدق هذا صدق هذا هاي بعد ما تكمل شو تريد تسوي ابو انا اسوي قهوه ابو العز ودي اسوي سكر هذا وشاي هاي دقائق على ما يكمل بعز احنا كملنا غدانا معودين للناس ان شاء الله نحصل هدد بعد مصوب انتبه له انتبه له طارت طيح 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 مصوب انتبه له محمد اي انتبه له هيك شنو هاي القارة؟ مرحبا هاي قارة عليها قبر قال لها قبر مطشر قبر مطشر عربي هذا ناس طار حسب ما سألت ابو هذالي يقول والله ذكر لي اياه بس ما ادري والله قال لي ما احد ازي واما شمبري اما شمبري يمكن شريفي توفى هنا ودفنه هذا طريق الحج البري ايش وقت انبنى هذا ابو فهد والله ما اعرف على صدام سووه ايه سووه خط الحجات هذا استخدموه الطريق يعني لا ما كمل ما كمل المشروع ما كمل المشروع عباره ثانيه طارت عند اخويانا ان شاء الله صيديهم بعيدين عدينا عدينا خير بوجع الشارع
100 متر 200 متر شوف القرب هذا شوف انه مراه وهذا شفت ذا قوه شويه ندعي يلا ايش عندك تدعي عندي البيوره هذه الحمامه ايه والفرخ تلواح هذا الفرق جاي ندعيه لسه وصلنا مكان معشانة خلص مقناصنا اليوم صايدين حبار اثنين هذا الصيد اليوم حبارة وخرب هذا الخرب شوفوا هذا غير ايه مو شفناه بطيور الشيخ فهد الحذار ولقينا عنده نت كان راح وحده الصبح ووحده العصر هاي ايش هذا حاطه ودي هذا المشي ها شحنوا حرام الله شلون احنا ما شحن انا عندي وحده هم تمشيني ساعتين ساعه ونص ساعتين بس ما تشحن من السياره هاي مشكلتي خليها طوارئ لا وش الذمه على شلون تشحن الكهرباء هي بلاش طيران اليوم ما فارق هذا الساعة هاي صورناه رافال لا بس قبل شوية دباني طرنجش العراقي ها؟ قبل المغرب يعني قبل قاعد أدعو تفتح لا مو مع السيارة نفس النظام بحيث تطابق السيارة احنا أنا خلاص كل الكل هسه اعتبره بالسيارة موجود طبقت هنا أنا والكل شغال شو تريد؟ تقسيم تسوي تقسيم طبخته وياك؟ ها انا خليته بالباقي ايش تسوي؟ في بعد اوقات يلا ما توضيتوا؟